معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط يعد تجربة ثرية وناجحة نظرا لما تتضمنه من برامج وأنشطة متنوعة ساهمت في إكساب الشباب مهارات القيادة والحوار الهادف البناء إلى جانب تنمية قدراتهم وصقلها ورعايتها لتكون أكثر إبداعا وتألقا ونجاحا. معسكر شباب الأندية الذي نعتقد أنه فرصة لالتقاء المواهب من مختلف محافظات السلطنة، هذه النتاجات اليوم التي رأيناها تعكس أن هناك الكثير من المواهب في الكثير من الأندية تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى رعاية واهتمام، وهذه الأندية أو هذه المعسكرات هي جاءت لصقل هذه التجارب وبداية لتعزيز هذه الروح، روح المحبة والالتقاء لدى الشباب العماني. المعسكر اشتمل على عدد من البرامج، منها معرض للمنتجات وحلقات العمل التدريبية، وكذلك تم الكشف عن مواهب الشباب في الخط العربي وطرق توظيف الخط في إنتاج لوحات فنية جميلة. المعسكر هذا قدم لي الكثير والكثير. أول شيء تعرفت على الشباب، ثاني شيء استفدت من خبراتهم واستفدت من الأنشطة والبرامج اللي عملوا لنا إياها في المعسكر. المعسكرات تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز روح المواطنة وتعريف الشباب من مختلف محافظات السلطنة بالمنجزات الثقافية والحضارية التي تحققت، وهي فرصة لالتقاء الشباب من مختلف محافظات السلطنة.